نروح بقى للأرصاد الجوية. نتوقع أو تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل أيضا للبرودة على السواحل الشمالية تحديدا، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أوضحت مشاهدينا الكرام هيئة الأرصاد الجوية أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو خلال الفترة اللي جاية مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. الحقيقة تقلبات جوية وربما هناك يعني رياح خلال الفترة القادمة وأيضا تقلبات في درجات الحرارة، كلمنا أكثر عن ظروف الطقس خلال المرحلة القادمة. إن شاء الله بكرة الخميس وبعد غدا الجمعة بتستمر الأجواء مشمسة خلال فترات النهار على كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى نشاط الرياح خلال فترات النهار وفترات الليل. نعم. ولكن طبعا هذا النشاط بيعمل على مزيد من احساسنا باعتدال درجات الحراره في فترات الليل. نستشعر بنسمات من البروده في ساعات الليل المتاخره والساعات الاولى من الصباح. صحيح. لكن طبعا خلال فترات النهار مع طلوع اشعه الشمس الطقس بالفعل بيكون حار على القاهره والوجه البحري، وبيكون شديد الحراره طبعا على جنوب البلاد. وفترات الليل بيكون الطقس من لطيف الى مائل للبروده احيانا. بتستمر هذه الكتله الهوائيه اللي بتاثر علينا ايام الخميس والجمعه فقط، ولكن ان شاء الله اعتبارا من يوم السبت والحد هنشهد منخفض جوي متمركز في طبقات الجو العليا على جمهوريه مصر العربيه. هذا المنخفض بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه وغياب لسطوع اشعه الشمس معظم ساعات النهار، وده بدوره هيؤدي الى انخفاض في درجه الحراره في فترات النهار وايضا في فترات الليل. درجه الحراره المتوقع ان تنخفض عن الخميس والجمعه بقيم بتتراوح من 5 إلى 6 درجات على كافه محافظات الجمهوريه. نعم. تصل العظمى على القاهره ما بين 26 و 27 درجه والصغرى ما بين 16 و 17 درجه مئويه. حضرتك قلت يا فندم منخفض جوي يوم الحد القادم وهناك ايضا فرصه لتكون السحب، هل يمكن ان يكون هناك امطار حتى ولو خفيفه على بعض السواحل الشماليه مثلا؟ هو فعلا المنخفض اللي موجود في طبقات الجو العليا واللي بيتسبب في تكون السحب المنخفضه والمتوسطه قد يصاحبها فرص سقوط امطار على مناطق من سواحلنا الشماليه شمال الدلتا. نعم. ولكنها امطار خفيفه ان شاء الله وغير مؤثره على كافه الانشطه. طيب نصيحه حضرتك بقى المعتاده دائما لمشاهدينا الكرام في ظل هذه التغيرات ربما خلال الفتره القادمه. هو طبعا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي يعني ذكرت الموضوع بشكل مبالغ فيه شويه وقال انها هتبقى اجواء شتويه وانخفاضات شديده في درجات الحراره. احنا بس بنحب ننصح الساده المواطنين متابعه النشرات الجويه اللي بتصدرها الهيئه خاصه في التقلبات الجويه ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحراره. انخفاض درجات الحراره ايام الجمعه والسبت هيخلينا بس ناخد بالنا اثناء تواجدنا خارج المنزل، بلاش الملابس او عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه اثناء تواجدنا خارج المنزل في فترات الليل. صحيح. شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه.